حملة اليوم تم تنظيمها بمجموعة من المبادرات التطوعية في فلسطين التاريخية بالكامل، تجاوزت كل الحدود. اليوم موجودين في طول كرم، الأسبوع الجاي حيكون في غزة، وبعدها في نابلس، وبعدها في القدس، وحيكون في نشاط في 48. الفكرة منها أنه إحنا رحنا على دور الأيتام وشفنا إيش الاحتياجات اللي موجودة عندهم، وبناء عليها إحنا اشتغلنا، مش بمعنى إحنا قادرين نقدم شيء وعرضنا المساعدة على الدار نفسها. هون كان في أكثر من جانب، تصليحات لرسم لدهان، في قوائم مواد غذائية، مواد تموينية، مواد تنظيف، يعني في أكثر من شيء هم يخبرونا فيه وإحنا بلشنا نشتغل فيه. الفكرة منه والهدف منه ضمن النشاطات التطوعية تبعت المبادرات اللي شاركنا فيها، إنه الفعاليات هذه بتتم بتمويلنا، بتمويل ذاتي، بدعم محلي، مجتمعنا المحلي قادر يغطي فعالياتنا، قادر يغطي شغلنا وأمسياتنا ونشاطاتنا. ولهيك حملنا شعار بدعم من الشعب الفلسطيني، بمعنى كل شيء صار اليوم هو مقدم من أفراد وليست حتى مجموعات أو مؤسسات رسمية ولا غير رسمية، كلها أفراد بحتة. ياسر أبو خليل، أنا اليوم متطوعة في حملة دارنا داركم. هاي الحملة اللي هدفها بتستهدف دور الأيتام الفلسطينية، بحيث أنه تتوجه لمساعدتهم من خلال الناس أنفسهم دون ما تعتمد على أي تمويل خارجي أو مشروط أو من أحد المؤسسات أو الشركات أو ما شابه. هي حملة بدعم من الشعب الفلسطيني ذات نفسه، لحتى نأكد على أنه قدرة الناس قادرة أنها هي تسد احتياجاتها دون ما تتوسل لغيرها أو دون ما تستنى تمويل مشروط بتنافى مع قيمها وواقعها واحتياجاتها الحقيقية اللي هي عايشة فيه. بحيث أنه هنا جايين إحنا نعمل عدة فعاليات، من رسم وتلوين ويوم ترفيهي وموسيقي، غداء جماعي وإلى آخره من الفقرات الجميلة مع الأيتام.